عاد بحفظ الله ورعايته حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى الى ارض الوطن امس بعد ان قام بزيارة اخوية الى المملكة المغربية الشقيقة التقى خلالها باخيه جلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية حيث اجرى مباحثات مع جلالته تناولت العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة. وكان في مقدمه مستقبلي جلاله الملك المفدى لدى وصوله مساء امس صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء